نتواجدوا الان في مطعم اصيله، مطعم مشهور بك، مطعم مشهور مطعم بيبي، وحنا سعداء بهذه الدوره الخريفيه ديال مهرجان اصيله اللي بالفضل ديالو كان بالفضل ديالو في هذا الموسم اللي كيكون عندنا شويه قليله في الخدمه انتعشنا، وبالوجود ديال الضيوف ديالنا اللي من جميع انحاء العالم من الدول العربيه والاوروبيه، والجميع كنقدموا لهم وجبات سمك والبايا المشهوره بالبايا وجميع الاطباق اللي كيحبوها هما واللي كيطلبوها، وحنا سعداء المره الثانيه بان باستقبالهم المره لاستقبال الضيوف منهم الشعراء وكتاب وفنانين وادباء. حنا كنرحبوا بالناس مهرجان، ومهرجان كيحرك اصيله شويه بالسياحه وكلشي، وان شاء الله ان شاء الله يكون ديما دائما هادشي يبقى، فهمتي، دائما يبقى. وكاين بزاف الزوار كيجيو من الخليج، كيجيو اوروبا، ودابا ان شاء الله نطلبوا الله كلشي يدوز بخير وعلى خير. كيجيو الضيوف من المهرجان، كيجيو من السنغال، كيجيو من قطر، كيجيو من السعوديه، الكويت، كلشي الخليج كامل كيجي. ومرحبا مرحبا اللي بغى يجي هذا المهرجان. كنعملوا في الخليج مزيان اصيله ومزيان ناس اصيله، وكنشكروا السي بن عيسى، السي بن عيسى الرئيس ديالنا، كنشكروه بزاف على هاد المبادره. اصيله كنشتغل مشيك مسير ديال مطعم الساحه. الحمد لله جا هذا المهرجان في واحد الظروف في موسم خريفي بعد انتهاء الموسم الصيفي، وفي موسم الصيف كتكون في الصيف كتكون حركه ورواج وهذيك، ودابا في الفتره هذه كيكون ركود وكل شيء، وهذا الموسم جا في الفتره هذه مزيانه وانتعاش وجد الحركه، كيجيو الزوار وكنقدموا الوجبات وفي هذه الفتره هذه، وزعما الزنق مزيان في هذه الفتره هذه احسن من الصيف، لان في هذه الفتره كتكون الركود بزاف، كتهاود الازايله بزاف من ناحيه الانتعاش الاقتصادي والسياحي، من ناحيه ديال الريستورانتيس والمقاهي ولي زوطيلات. والحمد لله جا في هذه الفتره مزيانه وانتعشنا شويه حركه جميع النواحي. كنرحبوا حنا بالضيوف ديال المهرجان في هذه الدوره 43 ديالهم، والوقت اللي كيعملوا فيه في الدوره الخريفيه هذه كتجي في المحل ديالها، حيت كتنتعش المدينه اقتصاديا. وفي هذه الفتره هذه ديال المهرجان راه اصيله كامله كتنتعش، مثلا المطاعم، ديك الصناعة التقليدية، داك المواصلات، كل شيء كيكون كينتعش يعني في هذه الفترة. الحركة كتكون مزيانة دايزة أحسن من كان كيكون غير في الفترة ديال الصيف. دابا ملي تقسم لجوج فترات، كاينة الفترة الخريفية وكاينة الفترة الصيفية. ألو بالنسبة للمدينة ديال أصيلة شي حاجة مزيانة. كما تعلمون فاحنا كنوفروا الضيوف ديالنا جميع الوسائل الراحه، من الاقامه، من المبيت، من الوجبه الفطور. خصوصا كان حنايا الموقع الاوتيل ديالنا جا في وسط المدينه وقريب قريب القاعه ديال الملتقيات الدوليه.